عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دارين كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض بقية الأرنب، هنكمله زي ما شفتوا اهو كامل وخلصته الحمد لله. فاضل لنا الفيونكة وتركيب الأجزاء، يا رب تكون سهلة وبسيطة. طبعا ما ننساش بعد ما نخلصه، لأن الشغل معمول بخيط قطيفة فبيطلع زي شعر وكده، بفرشة اللي هي بتاعت الهدوم دي ننظفه زي ما انا بعمل كده بالراحة، ننظفه كويس عشان يبقى شكله حلو. وطبعا انا زي ما قلت لكم مستخدمة ابرة رقم 5 مع الخيط القطيفة. الارنوب يعني مثلا طوله 25 سنتي بس. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله نبدأ. هعمل دايرة سحرية، بعد كده ارتفع 3 سلاسل بقيمة عمود بلفة، ادخل اعمل عمود بلفة، كمان عمود بلفة في نفس الدايرة السحرية، نص عمود، غرزة حشو، كمان غرزة حشو، نص عمود، 3 عمود بلفة، كده 3 عمود بلفة. بعد كده هعمل نص عمود حشو او 2 حشو، يعني 1 2، بعد كده نص عمود، وبعد كده ادخل اعمل منزلقة في السلسلة رقم 3 من ال3 سلاسل اللي ارتفعت بيهم سلسلة، واقص خيط طويل شوية واجيب ابرة الخياطة او ابرة التنظيف، هتبقى ده كده شكل الفيونكة لما الف عليها الخيط. هعمل ايه؟ ادخل الخيط كده عبر اول عمود كنا عاملينه عشان بس اوصل الخيط للمنتصف واقدر الفه فيبقى شكله كويس، وابدأ ان انا اضغط كده من النص والف الخيط كام لفة لغاية ما يديني شكل الفيونكة. بعد كده ثبتها، ثبت الخيط كده في الاول بعقدة عشان ما يتحركش معايا او ما تفكش الفيونكة مني. كده ده شكل الفيونكة، هثبتها في الراس عند الودن كده وابدأ اثبت. هسيبكم مع بقية الفيديو، مش محتاج شرح، هتشوفوا طريقة التركيب وان شاء الله يبقى سهل عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.